سؤال بقى آخر، هل يعني تردد مؤخرا انه مصر تتأخر عن او ان هي بتعمل زي ايه جدولة لسداد اسعار القمح او استيرادها من سدادها لارقام استيرادها من شحنات القمح، هل هذا دقيق؟ لا غير صحيح. زي ما ذكرت في السابق، نحن نتعامل مع أكثر من منشأ في استيراد الأقماح. لدينا أكثر من 25 مورد للأقماح، لدينا فترات طويلة في التعامل معهم، لم نتعثر ولم نطلب أي جدولة لأي قسط مستحق أو لأي كانت فاسيلتي تم الاتفاق عليها.